مثلا بشي شان دنا سينما سيربا البارحة سمعنا يعني حرق وضربات وما نعرف شنو الموضوع، وطلعنا نشوف شنو الموضوع، طلعت الام بي سي محروقة، واعتقد على مود حكوا على القادة وهكذا يعني حكي، ويعني هي الوضع الامني لازم يكون بيد الدولة صح؟ اذا يظل هيك الوضع يعني المواطن هم يخاف على نفسه.